بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا. طبعا سعيد بوجودي معكم النهاردة في كايرو فوتو ويك في الدورة السنة دي دورة ثالثة بتاعته 2023. أنا أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي خالد الدش، مؤسس وشريك في جير بوكس. معلش أصلا بشرب مياه وجو ساعة جدا، يعني أعذروني شوية عشان الساعة. بس أنا درست تصوير، خرجت من فنون تطبيقية 91. أنا تقريبا بشتغل أكتر من 30 سنة في الفوتوغرافي، يعني وخاصة البرودكت والإعلانات. النهاردة التوك بتاعتنا عن الباكترو ان اي كوميرس فوتوغرافي. طيب الموضوع شوية يعني التوبيك ده أنا اخترناه متلائم ومتجانس مع فكرة باكترو في الدورة بتاعته بتاع كايرو فوتو ويك السنة دي. مهم جدا كنا نتكلم على حاجات كتير جدا بنشتغل فيها، الفوتوغرافرز اللي بيشتغلوا في البرودكت، والفوتوغرافرز اللي بتشتغل في الإعلانات، والفوتوغرافرز اللي بتشتغل أكتر في الأشياء المتعلقة بالإضاءة والعدسات داخل الاستوديوهات. أما ابتديت من 30 سنة بنصور برودكت، كان عندنا أهداف واضحة ومرئية لينا جميعا إزاي ننقل ونصور برودكت للعميل بتاعنا. إحنا ابتدينا في جير بوكس. جير بوكس بقى 22 سنة قايمة على الصناعة، كان الهدف بتاعنا الوقت ده في أواخر القرن الماضي وبداية القرن ده، كان في مشكلة عند المصنعين إن هم مش قادرين ينقلوا البرودكت بتاعتهم وتتصور وتتحط بشكل مناسب يتعرض في الكتالوجات المطبوعة. دي كانت مشكلة كبيرة، إزاي الناس تقدر تعرض منتجاتها، تقدر تبيعها وتقدر تسوقها عشان تقدر تكمل في الصناعة بتاعتها. وده كان إحنا الوقت ده كان شغلنا الشاغل معاهم. إحنا كان هدفنا إن هم يكبروا، يقدروا يبيعوا كويس، يقدروا يشتغلوا كويس، يقدروا يصوروا كويس، ويقدروا يصدروا. ده كان ليه طبعا منا علينا عبء إن إحنا نقدر ننقل المنتجات بتاعتهم بالشكل المتناسب مع السوق العالمي. زي ما هو كان بيشوف كتالوجات موجودة برة، كان عايز المنتج بتاعته يطلع بنفس الشكل الكتالوجات. هنخش خطوة خطوة في البريزنتيشن بتاعتنا، ازاي احنا من 30 سنة او من 20 سنة او واتفر كنا بنشتغل بخطوات، وازاي دلوقتي احنا بنشتغل بنفس الخطوات. ايه رايكم الاول في صور المنتجات دي؟ احب اسمع رايكم فيها، يعني شايفينها ازاي؟ يعني الجريد بتاعتها ايه؟ تدوها كم من 10؟ يعني محدش رد ليه؟ يعني ها حاجات وحاجات كويس. طب تمام، يعني منديها 7 من 10 مثلا اوفرول كده. تمام، في حاجات وحاجات، في حاجات ممكن تقبلها وممكن حاجات ما تقبلهاش. طيب ده كويس قوي. هنبص على بس كده فيديو صغير نتكلم احنا الاول كان شكلنا ايه ودلوقتي احنا بنشتغل ازاي، وبعد كده نرجع نبتدي نخش في البرزنتيشن بتاعتنا بشكل ايه لطيف. We'll be right back.
احنا هنا في الفيديو عندنا حاجتين بنتكلم فيهم احنا كجير بوكس ستوديوز، الكوميرشال سايد والاي كوميرس سايد. انا طبعا مع احترامي للمصور يعني قد يكون حد موجود او يعني مش بنتقد او بسيء او اي حاجه عشان بس الموضوع ما يتفهمش غلط، ولكن انا احنا بنتكلم معاكم كلكم ازاي نقدر نشوف الحاجه نحكم عليها هل هي حاجه صح او غلط. ده نسبي بناء على قواعد اتحطت للمنتج وتوصيفه وشكله علشان نقدر نخرجه للبيع. نفس المشاكل اللي كانت موجودة من 30 سنة، الناس عايزة تحط البرودكت بتاعها بشكل قابل للبيع. تمام؟ أنا مش هتكلم على عيوب أو مميزاته يعني، بس هنا في عيوب إحنا هنتكلم فيها من نخش في شكل تاني من الصور. كان زمان الصورة مثلاً اللي الموجودة ديت ده كان جزء من الجروب شوت، يعني إحنا عايزين نصور برودكت لشركات دهانات، ده ايام الفيلم. تمام، كنا بنراعي فيه الرصه والالوان وبتاع، هيك بتبقى صوره اتنين. دلوقتي لما بتيجي تتكلم لا انا محتاج اعمل للبرودكت صور كتير باشكال كتير بنوعيات كتير، الكلام ده كله. التسويق الزمان في الكتالوجات واحده اتنين وش وتفصيله، ما كانش بالسماحيه اللي كانت موجود عليها الكم والثراء اللي موجود دلوقتي لانتاج الصور. النهاردة المرحلة بتاعت انتاج الصور مرحلة كبيرة جدا، بننتج فيها صور كتيرة جدا بكواليتي عالية جدا في وقت صغير جدا، وده كان الوقت الحاضر. في قبل كده لا، كانوا بننتج صور كويسة جدا بعدد قليلة. عندنا ستيبس مهمة جدا هنبتدي نتكلم عليها دلوقتي، ازاي نبتدي نتعامل مع البرودكت بتاعنا. اول حاجة البرودكت بتاعتنا هنهندله ازاي، وده واحده من اهم الحاجات. الدكتور احمد زيدان شريكنا في جير بوكس بيسلم علي يا ربي. اما بنيجي نتكلم ان احنا جالنا برودكت، البرودكت ده ازازه، البرودكت ده شنطه، البرودكت ده كرسي، ازاي نقدر نهندله نتعامل معاه. شيء طبيعي اي حاجه بتبص لها بمنظورك بمستوى عينيك، يعني في الاي ليفل بتاعك، دي اقرب طريقه بتبص للمنتج ان انت غيرك عايز يشوفه علشان يقرر يتعامل معاه ويتقبله عشان يشتريه. فدي اول خطوه، بتشوفه ازاي، عند اي مرحله بتشوفه، من فوق بتشوفه، من تحت بتشوفه، يمين بتشوفه، شمال. اول حاجه بتشوفه في الوضع الطبيعي للاستخدام، بالوضع الطبيعي اللي ايدك هتمسكه، بالوضع الطبيعي اللي عينك متعوده رسم الصوره الذهنيه. خبراتنا وحياتنا كلنا، كل واحد عنده صوره ذهنيه لمنتج معين في ذهنه، بيحب متعود يشوف عليها الحاجه بتاعته. تاني خطوه بعد ما انا بقرر اشوفه، بعد كده بحطه في تكوينه، بحطه هو في الوضع بتاعه السليم ليه. كويس، ايه اول حاجه؟ هما مش متجزئين عن بعض شكل المنتج بتكوينه، اكتر منك لازم تشوفه من الزاويه الطبيعيه اللي غيرك عايز يتلقي بيه، يستقبله بيها، ويقرر على اساسه التعامل معاه. الحاجه اللي بعد كده هنشوف ازاي هنعمل له الاضاءه بتاعته. تمام، خلاص انا معايا الكرسي مثلا، هحط الكرسي ده ازاي، هقف اشوف ازاي مستوى الرؤية بتاعي ايه، حجمه ايه، تكوينه ايه، شكله ايه. معايا ازازتين احطهم، معايا شنطتين، اي حاجة. الاول بحطها في الوضع بتاعها، بحط عيني في الليفل اللي انا عايز اشوفه منها، وبعد كده حطيتها خلاص ببتدي اشوف الاضاءة بتاعتها هتبقى ايه. طب انا قرار الاضاءة ده قرار خطير جدا، هنتكلم عليه في مراحل بعد كده واحنا ماشيين في البرزنتيشن. كل حاجة ليها أضاءة، مفيش حاجة موحدة للكل. فكرة الإي كوميرس في الصندوق الأبيض دي فكرة بعيدة تماما 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 عن أي احتراف. تماما، الصندوق الأبيض اللي منور من كل حتة وحط جواه الحاجة
وهتطلع اي هتطلع ما حدش قال مش هتطلع هتطلع هي جوه باينه ما انا شايف صوره يعني بس هي اللي طلع منها بقى ده ليه علاقه بالبرودكت اللي انت عايز توصله او البرودكت اللي انت الكلاين بتاعك المستهدف يشتريه هتجذبه يشتريها يعني خليه ياخد قرار بشراء ده المهم قوي. اول حاجه اتعلمناها في خبراتنا مع امازون في الاي كوميرس فوتوغرافي هو في مبدا غريب جدا يعني انك ازاي المنتج ما يرجعش اللي انت طلبته ما يرجعش مش تشتريه يعني الموضوع مختلف خالص انت دلوقتي النهارده طلبت الشنطه دي كويس فانت مش عايزها بعد ما طلبتها ترجع هو كويس هيعرف يبيع كويس وهيعرف يعمل اعلانات ان انت تشتريه بس عايز بعد ما يشتريه مش عايزك ترجعه ودي اخطر حاجه وهنا يكمن السر ورا الفوتوغرافي ودي ال واحده من اهم النقط اللي احنا دايما بنركز عليها علشان كده دايما 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 كل شغلنا بنركز جدا ان الحاجه تطلع تقريبا طبيعيه 100% طبيعيه يعني زي ما هي متصنعه طبيعيه زي ما هي متوصفه طبيعيه زي ما هي انت بتمسكها في ايدك وتشوفها بتشوف الجلد جلد والستانلس ستانلس والازاز ازاز والبلاستيك بلاستيك هنا بيجي دور الضوء الاضاءه دور الاضاءه بيجي ان بيخلي كل منتج متوصف في مكانه بشكله بالخامه بتاعته علشان ياخد قرار ان البرودكت ده انا مستخدم اونلاين قررت اشتريه انه ما يرجعليش تاني لان انا لو اشتريت حاجه لقيت شكلها وحش هرجعها ولو لقيت شكلها حلو قوي على انا اشتريته فانا عايز اللي شكلها حلو قوي على الصوره انا مش عايز دي انا عايز اللي شكلها حلو قوي على الصوره فهو هنا كان دايما الخناقه الكبيره جدا والخناقه دي بيدفع فيها فلوس كتيره جدا في الابحاث وازاي وبنعدل ازاي وايه الزوايا وايه الاضاءه وايه والخناقه دي لغايه دلوقتي ما خلصتش كل شويه بتتغير الحاجه اللي بعدها تفاصيل المنتج الواحد يعني اول حاجه نشوف الزاويه تاني حاجه بنشوف الاضاءه تالت حاجه بنشوف التفاصيل تمام المثلث ده يا جماعه هو ده المثلث الذهبي اللي لازم كلنا نشتغل عليه ولازم كلنا بجد نراعيه ولازم كلنا نحافظ عليه اول حاجه تشوف الزاويه تاني حاجه نشوف الاضاءه تالت حاجه تشوف التفاصيل المثلث ده احنا رعيناه من بداياتنا من 30 سنه في التصوير وبنراعيه لغايه دلوقتي قدامنا مجموعة من البرودكت شكله يعني بيضاوي مدور مستطيل ازاي اقدر اشوفه زي الفورم اللي على الشمال الفورم ده مثلا خامته الشنطة شفافيته هل هو يعني هنا شفاف مش شفاف حتى وضعه لشفافيته ما ممكن احطه في وضع ما يبانش انه الترانسبيرنس بتاعته عاليه والمستوى التعقيد بتاعه في تركيبته دول كلهم بيحطك في الاختبار قبل ما تقرر تحط الاضاءه بتاعتك وتستخدم الاضاءه بتاعتك انك تطلع صوره الصورة دي ما تترفضش انها صورة حلوة ما تترفضش انها مخالفة للحقيقة حاجة زي مثلا الشفافية كل واحد من دول ده مثلا لونه غير ده اصفر شوية ده عسل شوية او اورنج شوية على حسب هنا معيش السكرين شوية شفافة فالإضاءة لدي تماما هتختلف عن هنا
مش اختلاف كل 100%، ولكن في اختلافات كبيرة جدا جدا جدا. الفوتوغرافر وهو حاطط الاثنين مع بعض لازم يراعيها، لان ممكن الاثنين يطلعوا نفس اللون، والاثنين يطلعوا نفس الشكل، والاثنين هما لازم يطلعوا نفس الشكل. يعني اللي بيحط في السيت اب بتاعه الايتيمز دي بالوضع ده لازم الصورة بعدها تحط بالوضع ده، عشان لما تحط في الكتالوج مع بعض وهينزلوا مع بعض وانت عايز تختار اللون اللي انت قررت تشتريه لازم الفروق الزوايا تقريبا يعني 1% تقريبا 1%، علشان ما اقدرش اشوف منتج مرة لافف ده بظهره مرة شوية والصورة اللي جنبها لا اصدقى ملفوف شوية، فتخيل ان القطعة مثلا دي اصغر من هنا في الصورة التانية، فاخد قرار غلط ان اشتري اللون ده عشان انا شفت ان هنا الاربعة دول نفس المقاس بس هنا الاربعة دول دي مقاسات مختلفة، فاخد قرار غلط فيجي لي المنتج فيطلع غلط فرجعه. تمام، القرارات دي قرارات كنا دايما يعني مثلا من سنين طويلة ما بنيجي نصور اي برودكت بنحط البرودكت على التيبل كده، كنا بنمسك الترابيزة نرسمها، ولغاية دلوقتي بنعمل كده. يعني قبل كده كنت برضو كلمت في التوك بتاعت الديمو اللي عملناه للموتوسيكل الهالي، ما كان عندنا عربية سواء ان البرودكت ده صغير او عربية، يعني ما جينا صورنا عربية النيسان عشان نعمل لهم برودكت كاتالوج اللي هو برضو كانت عشان يحطوهم على الاونلاين بلاتفورم بتاعته، لانه ما كانوش متعملوا سي جي اي، كان عايزين يصوروهم. رسمنا الارض كلها، رسمنا الارض عشان نحط العربيات عليها بزواياها، عشان لما اشيل العربيه دي واحط عربيه تانية تبقى الزاويه 45 هنا زي هنا بالظبط، وهكذا والفاص وهكذا. كل برودكت من دول بيبقى ليه كذا زاويه، على الاي كوميرس ويب سايت بتلاقي كل برودكت من دول ليهم كذا زاويه وليهم كذا تفصيله. فما كنا بنيجي نتكلم اللي انا عايز احط دول دلوقتي ابتدي اصورهم، طب مين اللي قال ان اللي بعدها دول هيتحطوا بنفس الزوايا دي؟ مين اللي بيحكم ده؟ انت كفوتوغرافر لازم تبقى عارف بالظبط انت ازاي بتحط البرودكت بتاعك الاول على التيبل توب بتاعتك اللي انت هتصور عليها، وتحط وتحدد زواياك ترسمها، يا اما ترسمها بخطوط على الكمبيوتر، يا اما ترسمها بخطوط على الترابيزه، يا اما ترسمها بخطوط على الاوفرلاي في السوفت وير، وات ايفر الطريقه اللي ترسم بيها، ولكن في الاخر لازم يطلعوا كلهم تقريبا زي بعض. ودي نقطه مهمه جدا كنا بنتكلم عليها. هنا نحن بنتكلم على الترانسبيرنسي، ان ده بيبان لونه وده بيبان لونه وده يبان لونه وده يبان لونه وده يبان الترانسبيرنسي بتاعته وده وده. تعقدته برضو حاجه زي يا اما ترانسبيرنت يا اما شنطه زي دي المفروض اعملها ستايلنج، والستايلنج طبعا ممكن تفاجئ بحاجات غريبه جدا، دي برضو من تجاربنا معاهم، تفاجئ ان السوسته مثلا اللي في الجنب مره مايله كده ومره مايله كده ومره واقفه هنا، الدراعين اللي ورا مره واحد باين ومره واحد مش باين، فتفتكر لا اصل دي بدراع واحد، لا دي بدراعين، لا اصل دي فيها سوسته واحده، لا دي فيها ستين. انت ما بتعرفش حاجه، انت ما شفتش المنتج، انت بتتفرج على المنتج بتفاصيله. وما بحط 10 شنط جنب بعض 1 2 3 4 5 عشان اختار اللون ده، فبقارن الله دي في سوسته هنا بس هنا مش باين السوسته في التاني، يبقى لا مش هاخد ده عشان ده ما فيهوش سوسته، فده اللي انا عايزاه نشتريه يطلع فيه سوسته فرجعه، انا عايز من غير سوسته. تعقيدة البرودكت للستايلينج دي من النقط اللي كمان هنتكلم عليها، ودي من النقط اللي الناس بتفتكرها سهلة أو الفوتوغرافر بتفتكرها سهلة أو الأوبريشن تيم بيفتكروها سهلة، ولكن هي خطوات مهمة جدا 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 لما باجي بحط البرودكت جنب بعض، إنها تبقى كل شيء فيهم واضح وتفاصيله واضحة لأي حد عايز ياخد قرار شراء. ايتم زي الاقتصاد ده ايتم معقد، شكله بلونه بالتفاصيل اللي جوه بالستانلس بالحاجات دي كلها، ده مجرد ما اتحط على
واي باك جراوند ترابيزه فيها خلفيات بيضاء واضاءه بيضاء 255، هنشوف لمعانات جايه في كل حته والدنيا يعني موضوع كبير قوي. عشان نوصل بالصوره النهائيه للبرودكت ده، دي من الحاجات المعقده. طيب شويه نقط بس بنوضحها، عايز اوضحها في الاي كوميرس فوتوغرافي بناء على شويه الخبرات اللي احنا خدناها في السنين اللي فاتت مع امازون. امازون ما بتستلمش صور عليها فوتوشوب، بمعنى ان الصوره تتصور رو، اكتر حاجه ممكن تظبطها على السوفت وير كونتراست ادجستمنت صغيره جدا، بتعملها بروسس وبتبعتها بس، مش مسموح نهائي 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 لا اشيل ريفلكشن ولا ديف ريفلكشن ولا اتخن ايد ولا ارفع ايد ولا ازود ترانسبيرنسي او اقل ترانسبيرنسي، مش مسموح لي العب فيها نهائي. لو اي مشكله اي صوره هم لقوا انها فتحت فوتوشوب اشتغلوا عليها، الصور دي بتريجكت، يقول لك الصور دي ريجكت، اتعملت هتلعب عليها فوتوشوب تتصور تاني. ده طبعا بيحط عبء جامد جدا على الفوتوغرافرز وعلى التيم، ان هو عنده مسؤوليه مهمه جدا ان يطلع التكوين ده بالوانه بشكله بالملمس بتاعه ان وان تيك، مش هياخد صوره وبعد كده يرجع ياخد التكشر وحطها في اللير اللي بعدها وبعد كده يركبها على الفوتوشوب ونقلب، يعني الكلام ده مش موجود، ده ما بيحصلش. حاجه مثلا زي الاحذيه، انا يعني ده مثال من الامثله اللي يعني انا بعد 30 سنه بصراحه انا تعبت فيه. اقول لكم يعني واحد من الحاجات اللي كانت صعبه جدا 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 جدا، يبقى عندك كم عندك باتش مثلا فيها 100 حذاء وكل واحد ليه 5-6-7 زوايا وتطلعهم كلهم زي بعض. دي حاجة من الحاجات بجد اللي كانت دايما مع الفوتوغرافرز، كنا بنقطع 70-80% من الشوط وبعد كده دايما بيبقى فيه تريكس. الحمد لله بخبراتنا مع التيم بنقدر نعدي ده بسرعة ونوصل للمية في المية. هتكلم بس بسرعة على ده مثال مهم لكل الفوتوغرافرز اللي بيشتغلوا في البرودكت. خبرتك في ضبط دماغك انك هتختار ازاي المنتج، ان هبتدي اصوره بمجموعته بالتسلسل بتاعه، ده شيء مهم قوي. حاضر يا حسن اسالهم. انت شايفين الموضوع ده سهل ولا صعب؟ جد تصوير العزيه هو سهل وشكله سهل قوي، يعني هي صوره مالها الصوره. طب انا ممكن اسالكم سؤال بجد، لو انا اديت لاي حد صوره زي ده برودكت زي ده وقلت له انا عايز اطلع منهم 7، هيغير الكاميرا كم مره؟ ها اتفضل. 3 مرات. كويس قوي. حد تاني عايز يقول حاجة؟ حد مش هيغير الكاميرا ولا كلنا نغير الكاميرا؟ في حد مش هيغير وضع الكاميرا عشان نصور دول؟ يعني عشان اصور دي واصور دي واصور دي، حد مش هيغير وضع الكاميرا؟ محدش رد. ها هنغير ولا مش هنغير؟ هنغير. طيب تمام. انا عندي حد قال 3 مرات، اتفضل. ممكن ما غيرش. ممكن لو نثبت الكاميرا مثلا على زاويه زيرو ابتدي احرك الكوتش نفسها. تمام، هحط الكاميرا على زاويه زيرو وهبتدي مثلا اغير حاجات كلها شويه، فالكاميرا زيرو هقدر اشوف منها ده واقدر اشوف دي واقدر اشوف دي واقدر اشوف دي واقدر اشوف دي، يعني هقدر اشوف دي بالكاميرا زيرو.
واقدر اشوف دي ودي. بص، هو الاختلاف الليفلز هنا، كل دول اول قرار لينا، اول قرار ده طبعا يعني بس ان بضرب مثال بتاعه، وده من الامثله المهمه جدا. احنا عندنا هنا جايد لاين، يعني احنا جينا كده في جير بوكس عملنا جايد لاين، ان احنا عندنا اول حاجه انا بقف على مسافه معينه بيني وبين البرودكت، يعني ما بقاش اقعد على الترابيزه واقف له كده اهو، تمام؟ لا دي اول حاجه، ما لا ما لازم كده ارجع كده شويه، استهدى بالله شويه كده، وابتدي اتعامل مع البرودكت من زاويه وجهه النظر الصح، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه العدسه بتاعتي، انا هستخدم يعني نورمال لينس ليتل بيت توتالي ولا وايد انجل، دي تاني حاجه، ده تاني قرار لازم اخده. تالت قرار لازم اخده ان انا مش هحرك الكاميرا نهائي من اول السيشن لاخرها، من اول صوره لاخرها الكاميرا دي مش هتتحرك. انا ظبطت خلاص المسافه بيني وبين البرودكت، ارتفاع الكاميرا بينها وبين البرودكت، وبظبط اول زاويه انا جاي لي الجايد لاين بتاعها اللي هي دي مثلا، انا مش فاكر كانت انهي واحده، نفترض ان دي الجايد لاين بتاعتي اول زاويه، الاثنين دول بيبقوا اوفر لامينج على بعض، وبعد كده بلف حواليها. بلف حواليها ازاي بقى؟ بلف حواليها ب تولز شفافه، عايز اعلي دي بحط لها تحت تول شفافه، وبعد كده بشيلها، انا مش بشيلها برضه، واخد بالك؟ بمايل الجزمه دي، بلزقها ببلوتاك، بلف دي شويه، بعلي دي شويه، في الاخر الكاميرا ما بتتغيرش. كل دول بيتاخدوا تقريبا يعني مثلا اقل من 10 دقائق، بعد ما اكون طبعا ظبطت الاضاءه كويس قوي، ظبطت يمكن في قاعده نسيت اقولها بس هرجع بيها تاني، ان اي برودكت احنا بنصوره على 255 pure white background، اي برودكت بيتحط على التيبل حواليه 255 كله ابيض في ابيض، مفيش حاجه حواليه، لانه مفيش وقت عند غيري انه يغير الباك جراوند، يعمل باس ويغير الجراي الابيض، ده مرفوض ريجكت. اي برودكت لو 248 ريجكت عيد. فانا بحطيت البرودكت على الترابيزه، اتاكدت ان اول قبل ما نور البرودكت اصلا ان 255 كل حاجه، بعد كده ابتديت اعمل اضاءه بتاعه البرودكت نفسه، حطيته في الرايت انجل الاولانيه ابتدي بيها، وبعد كده ببتدي اشوف الانجلز التانية تتحقق ازاي بتولز سريعه وسهله. مسموح لنا طبعا ان احنا نحط ايتمز شفافه نعرف نشيلها بعد كده على الفوتوشوب، مش احنا اللي بنشيلها، يعني ان انا لو حطيت مثلا في حاجات بتبقى زي الجزم السواريه ممكن خيط شفاف اعلقها بيه عشان يبان الستراب، في حاجات زي كده مسموحه جدا ان استخدمها، ولكن مش مسموح مثلا نخش انها تبقى وراها حته سوداء والحته السوداء دي قطع منها وبعد كده اصل خلفيه جراي، الكلام ده كله ده لا لا. انت عندك تشالنج ما بين حاجات كتيره جدا كفوتوغرافر، تشتغل في الاي كوميرس في يونت ليها انتاج وليها كم وليها كيف، انك تقدر تنتج كم مع كيف بكواليتي عاليه قوي. يعني ايش تاني برضو هنا، كل دول محشيين من جوه، يعني كل دول عشان يفضلوا واقفين كده فيهم فوق جوه ومش عارف ايه وحاجات، يعني هنا وهنا 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 طبعا عادي جدا بيطلع بيبانوا عيد، مش هتخش فوتوشوب تنضفها، عيوبك تشيلها عيد. طيب انا ليه بس بتكلم في النقطتين دول، انا فوتوغرافر ابتديت فوتوغرافر دلوقتي، انا بتكلم كبزنس اونر يعني، ومع التيم الفوتوغرافرز اللي معانا والحمد لله التيم ده خلال السنين اللي فاتوا ان هم
قدروا الحمد لله يعلوا من الكواليتي بتاعتهم بشكل بجد يعني انا سعيد بيه. يعني انا بتكلم معاكم كفوتوغرافرز، انت من اول اما الكلاينت بيهايرك لاي اساينمنت او اي بروجكت او اي حاجه، الاول لازم تقعد مع نفسك تظبط دماغك فيه. يعني دي اهم حاجه، ده دايما ده انا كل يوم الصبح ما بنقعد مع تيم اول حاجه يا جماعه الاول انا مش عايزك تصور، انا مش عايزك تنتج النهارده. الاول قبل ما تمسك الحاجه اللي هتنتجها وتصورها، من فضلك بص عليها وركز كويس قوي ولف حواليها وشوفها انت عايز تصورها ازاي، وعلشان تخلصها في وقت كويس هتخلصها ازاي، وجرب عشان هتجربه في اول صوره او اول برودكت هو هيمشي على الباقي. نفع تمام، ما ينفعش نتكلم ونشوف احنا مع بعض عندنا حلول ولا لا. دي كيسة من الكيسات كتير لحاجات كتير. احنا بننتج لامازون كل حاجة ممكن حد يتخيلها بكل الاشكال بكل الزوايا، وحاجات غريبة جدا بتجينا يا جماعة. ايه الحاجات الغريبة دي؟ يعني لازم تتعامل معها. فاما بتيجي تنتجها وهي لسه انت اول مرة عايز تتعامل معها وليها زوايا، الطبيعي انك تقلب دماغك او تقلب الكاميرا وتاخدها توب انجل. لو في حاجة تانية بدأ وتوب أنجل ممكن أقلبها هي، ممكن أقلبها هي، بس لو قلبتها مش هيطلع النور 255. طب هنعمل إيه؟ طب إيه البديل؟ يبقى لازم تفكر، علشان في الآخر أنت عندك عدد لازم آخر يوم هتخلصه بكواليتي وكام؟ بكواليتي وشكل وتفاصيل، لأن كل برودكت ملوش سوا واحدة، ليه اثنين وثلاثة وخمسة، كل حاجة ليها تفاصيلها مختلفة. دي النقطة اللي كنت بتكلم عليها في السلايدز ده. أول نقطة، سيب مسافة كافية. أرجوك سيب مسافة كافية. من فضلك سيب مسافة كافية. سيب مسافة كافية لحاجتين، بينك والبرودكت وبين البرودكت وبين الإضاءة. معظم الناس بتشتغل في استوديوهات السقف بتاعها قصير، مفيش مشكلة خالص. خلي البرودكت ينزل تحت، مش لازم ترفعه على ترابيزة 90 سنتي، انزل شوية عشان في مسافة كافية ما بين البرودكت ولو انت عايز تحط توب لايت من فوق. واحدة من اهم السيكريتس في الشغلانة دي التوب لايت. توب لايت واحد من اهم مصادر الاضاءة في البرودكت عامة، مش بس ده. فالتوب لايت انت واقف على ترابيزة ارتفاعها 1.20 وانت عندك اصلا سقف 2.70 وحطيت الهيد بالسوفت بوكس بينك وبين البرودكت 20-30 سنتي، فانت عندك مشاكل كبيرة جدا. فأول حاجة لازم نراعيها انك تسيب مسافة كافية وظبط ارتفاعك. ارتفاعك ده تظبطه ارتفاع الكاميرا وارتفاع الترابيزة اللي عليها البرودكت وارتفاع الـ يعني ارتفاع الكاميرا وارتفاع الترابيزة اللي عليها البرودكت وارتفاع التوب لايت بتاعك. لازم تحطه بجد في المكان اللي يبقى فيه مسافة كفاية جدا، على الأقل 70 سنتي 80 سنتي مش أقل من كده، متر يا ريت، بينه وبين البرودكت لو هو حجمه صغير. وحجمه كبير طبعا محتاج مسافات أكبر، وده موضوع تاني خالص. اختار العدسة برضو، ما بتشتغلش مع عدسات وايد أنجل، مفيش وايد أنجل، ده مرفوض، عشان بس ان ايه نأثر على بعض. مش هنصور برودكت بوايد انجل. وايد انجل بيعمل ديستورشن، بيغير في الشكل. فمبدئيا مش هنشتغل بوايد انجل دي خالص، فما نقربش منه قوي وبعالي قوي واشوف ديستورشن. الحاجه الاخيره انك عادي بقى تظبط المايه بتاعتك، الترابيزه بتاعتك مظبوطه المايه، عشان ما تلاقيش بعد كده ان اللمعه مثلا لو عندك ايتم بيلمع تبقى معوج، حاطط مثلا بلاك كاترز عشان الابيض اللي رجع لك يبقى نصه منور ونصه مظلم. اظبط ميه لكل حاجه، مهم جدا انك ميه الكاميرا ميه الترابيزه بتاعتك تبقى كلها مظبوطه. ده مثلا اللي على اليمين مقبول، الشمال مرفوض، يعني على طول ما فيش اي معنى ان انا اصور بوكس بالشكل ده. انا لسه مش، يعني احنا ممكن متعلمين وعندنا عينينا متدربه شويه، ممكن البرودكت ده لو هو ليه صوره واحده بتبيعها اونلاين
اتخيل ان هو بالشكل ده مش مستطيل. يعني ده هيوصلنا للشكل ان ده مستطيل، ده مخمس اي حاجه. فانا متوقع يجي لي برودكت بالشكل ده، بس ما يجيليش بالشكل ده. مش لازم يكون علبه، ممكن يكون برودكت تاني. نرجع للاضاءه. طيب فكره اختيار الاضاءه نختارها ازاي؟ فكره الحصول على اللمعه مع التكشر، فكره الحصول على الملمس الناعم والملمس الخشن، فكره اللون بيتحقق من الترانسبيرنسي واللون المصمر بتاع الليبل. كل ده بيخليك تاخد قراراتك انت هتستخدم اي شكل اضاءة. اختيار ده بيبقى عايز خبراتك كفوتوغرافر بتشتغل في البرودكت، وبيرجع برضو ان انت بتختار ايه الماتيريالز اللي هتديفيوز بيها اللايت. هتستخدم ديفيوجن ماتيريالز، هتستخدم سوفت بوكس، هتستخدم امبريلا، هتستخدم كونتينوس لايت. انت محتاج تستخدم ايه علشان تقدر تحصل على احسن اضاءه للبرودكت ده. تظبط ارتفاعه، تظبط اتجاهه ونسبته. اول كي برضو دايما احب اقوله لكم، اول كي ليك لما بتيجي تصور برودكت للاي كوميرس على واي باك جراوند 255، من فضلك اول حاجه اظبط الاول البيور واي باك جراوند، ويبقى يا دوبك 255، يا ريت ما يبقاش اوفر اكسبوزد. ايه 10 بعد حاضر اكزامبل عشان مريم بس هي اللي حضرت البرزنتيشن. انا بس هشرح النقطه دي تاني مريم بعد اذنك، مش مهم قوي. اتفضل. امتى استخدم الشمع؟ الشمس انا استخدمها مصور بعض بره يعني. طيب خلينا ساعات في برودكتس بيركزوا ان هم يصوروها بنور الشمس، ما يبقوش محتاجين ارتفيشال لايتنج. طيب في ولا لا؟ لا هو طبعا خطوة. يعني خلينا يمكن ماشي، هرجع تاني اقول احنا بنتكلم على البيزنس سايد، على الكوميرشال سايد. انا النهارده حضرتك عندك برودكت، انت يا ار برودكت فوتوغرافر في شركه بتنتج شنط احذيه، عايزه تحط، بعتت لك 100 شكل شنطه عايزه تحط على الويب سايت بتاعتهم. كويس كده؟ انا لو ابتديت فيهم الساعه مثلا 1 الظهر 10 الصبح، فاكيد الساعه 12 الشمس تكون لفت، فاكيد الشمس اتغيرت، اكيد الاضاءه اتغيرت. فالفكره دي احنا بالنسبه لنا ملغيه خالص. احنا بنشتغل في البلاك بوكس، احنا بنشتغل في استوديوهات مقفوله ضلمه تماما عشان نعرف نتحكم في كل حاجه. ده احنا بنتكلم في البيزنس سايد. انت عايزه تشتغلي خبرتك وعلمك وفنك تكسبي منها وغيرك يستفيد منها. هو مش انا بس اللي بستفاد ان انا بكسب فلوس، لا، صاحب المصنع بيستفاد انه بيبيع البرودكت بتاعته. صاحب المصنع مش عايز المنتجات ترجع. هو ده اللي انا دي بس الرساله اللي عايز اوضحها يا جماعه. احنا قمنا بجير بوكس على المصنعين. مشكله مصر دلوقتي ان الصناعه فيها بعافيه شويه. نتمنى بجد مصر لما الصناعه ترجع فيها، صدقيني مش هنقعد نتكلم كلنا مع بعض، كلنا نشتغل، ما حدش هيبقى فاضي يتكلم، بس في الوقت بتضحكوا طبعا. دي الحقيقه، لانه احنا النهارده لو المصانع شغاله، حضرتك شغال وانا شغال وده شغال وده شغال وده شغال، اللي بيعمل اعلانات بيعمل، واللي بيعمل برودكت بيعمل، واللي بيشتغل في الكوميرشال، واللي بيشتغل يعني، واللي بيعمل فيديوهات، واللي بيعمل فيديوهات صغيره، واللي بيعمل ستوب موشن، ناس كتيره شغاله، لان كلنا عايزين نبيع وكلنا عايزين نصدر، ومحدش هيشتري منا منتج تصدير وهو شايف صورته وحشه وهو متصور غلط، محدش هيشتريه. دي كانت المشكلة من 20 سنة أو 30 سنة. المشكلة دلوقتي إن أصلاً بقى فيه خبرات وبقى فيه شغل وفيه، بس للأسف مفيش صناعة، مفيش منتجات كتير. هي دي بقت المشكلة حالياً. فإننا نعتمد على الظروف والصدفة
ممكن شغلانتي انا بعملها بصورها على الشمس كل يوم من 8 ل 10 وبقضيها تمام، انا ما بقولش انها غلط يعني، خلاص ده ليها شكل وليها وضع. انما انا عندي ويب سايت بصور عليه وببيع عليه المنتجات بتاعتي، لازم لما احط 10 شنط جنب بعض فروق اللون بس اللي فيها، يبقى لازم فرق اللون بس يبان ويبان واضح جدا، عشان اما اشتريه ما يجيليش لون تاني فرجعها، ودي المشكله الكبيره. اللايتنج، فكره ان انا احط سوفت بوكس واخد بيه لمعه بالشكل ده، طبعا لا الكلام ده ما ينفعش خالص. فكره ان انا عايز ابين لمعه وابين تكشر، فاميكس ما بين السوفت لايت وبين الهارد لايت علشان اقدر اقول ان هنا فيه، معلش هو يمكن بس البريفيو شويه مش كويس، ان ده هنا ده كعب ليه ماتيريال، وده قماش، وده جلد، وده جلد فيه نسبه لمعه بالشكل ده. لو انا كمشتري كل حاجه مش واضحه عندي في الصوره، هيبقى عندي مشكله في قرار الشراء، وهيتنبأ عليه مشكله في قرار الترجيع البرودكت اللي انا صورت اشتريته. برضو اللايت ده مش مقبول وده مقبول قدر الامكان. مش عايز احس باشكال الاضاءه غريبه ومختلفه، لازم اما اجي اركز في البرودكت شكل لمعه الاضاءه والسوفتنس بتاعتها ما تطيرليش وما تغيرش شكل البرودكت اللي جوه. هنا هو هنا ده في ماتيريالز حاجات واتيفر ايه هي، فدي من القرار برضو ان لازم اخلي بين يمينه وانا شغال فيه. التفاصيل واحده من اهم الحاجه اللي ربنا انا عم بيها على الفوتوغرافرز، ان عينيهم بتشوف ان هم يشوفوا التفاصيل دي اهم حاجه في الصوره، شكلها بتفاصيلها الصغيره بشكل مثلا الستربس ديت، يعني اي تفصيله في البرودكت لازم تكون واضحه وصريحه. دلوقتي انا تايم از ماني، انا معلش هخلي مريم هتيجي تتكلم، هي مريم استوديو اوبريشن مانجر، هتتكلم شويه عن الجزء المتعلق انت كفوتوغرافر وعندك البيزنس بتاعك، ازاي تقدر توصل لأحسن تشغيل ليك في الجزئية دي. تفضل يا مريم. هاي، شكرا. أنا مريم الداش، Operation Studio Manager. أنا عايز أحكي لكم بريفلي كده عن قصتي الغريبة جدا في Gearbox. أنا accounting أصلا business، ماليش أي علاقة بالفوتوغرافي. فجأة واحدة بقيت West Creatives Photographers فنانين، وقالوا لي لازم يشتغلوا بكوانتيتي وكواليتي. اوبس، كله بقى طبعا ان انا ادي مصور واحد 100 بيس في اليوم واقول له صورهم، ده كان روتين مش طبيعي. كله كان عنده انه لا اكيد مش هنعمل كده، اكيد مش هنصور بروتين لايت، اكيد مش هنعمل كده. فكان لازم دايما ادور لهم على حلول تساعدهم ان هم يحبوا الموضوع. طبعا الى حد ما بيحبوا الموضوع، لانه هو دايما المصور بيحب كرياتيفيتي، بيحب his own life his own time. بس الى حد ما لقينا حاجات بتسهل عليهم في التصوير ان هم يشتغلوا عليها. ده تحضير في الشنط مثلا، ده اكبر مثال. لازم 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 اي مصور قبل ما يصور يحضر الشنطه. الشنطه بتتحضر بثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا ننفخها بالشكل ده فما بتبانش كده. تاني حاجة ان الستربس تبقى مكوية. تالت حاجة جود ستايلست، لازم يبقى عندك جود ستايلست. ما تقولش ان انا ايه ده دي هتتحط تكتك خلاص، لا لازم يبقى فيه انت تعجبك الصورة، ان لما تعجبك الصورة الكونسيومر هتعجبه هيشتريها. تاني حاجة لازم تتحضر الستايلس، مهم جدا 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 في الستايلس ان ما يبقاش فيه اي فينجر برينتس، ما يبقاش فيه اي دست، لان كل الحاجات دي باينة، يعني ما انا ككونسيومر هشوفها. هنا ده مجرد ما الاسيستنت بوي لبس الجلوفز ما بقاش فيه فينجر برينتس، ما بقاش فيه دست، الصوره بقت خلاص هي دي اللي بجد هبقى محتاج اني اشوفها. الشوز جماعه، الشوز دي اكبر مشكله عندنا في جير بوكس على فكره عشان بتاخد تايم كبير جدا في تجهيزها،
في تحضيرها، في تصويرها، في كل حاجة. الشوز لو الستراب مش معمول كويس، لو مش منفوخة كويس، بتأدي إلى الشكل ده، فده برضو not acceptable للكونسيومر إن هو يشوفها. مش عارفه انت لو رحنا صوره والسترابس دي مثلا معكوسه تترفض، لان اللي قبلها السترابس معدوله، فهي ضعيف في الجزمه، ما انا مش هشتري جزمه السترابس بتاعتها معوجه بس. فده حاجه بسيطه جدا. فعشان كده بنتكلم على التفاصيل، وماني بتتكلم على البريبريشن. يعني هي قضي وقت في البريبريشن كويس قوي، هتوفر معاك وقت في التصوير كويس قوي، وقت فضل. كبير جدا جدا. يعني في البدايه كان ممكن البرودكت الواحد ياخد مع المصور من 10 to 20 minutes بس ان هو بيجهز البرودكت تاني على السطب. مع الوقت ومع الاكسبيرينس ومع الطرق اللي احنا لقيناها ان احنا نسهل عليها بيهم، البرودكت ممكن يقعد على السطب دقيقة وهو كده بيتدلع شوية، اللي هو ايه ده، انا عايز اظبط اللايت على مزاجي النهاردة. الفلاتس ده بورت جديد، مش كل الناس بتشتغل بيه، بس دي حاجة تبع امازون. الفلاتس بتتصور على ماتيريال كده معينة، ودي بتبقى معموله بالدبابيس، يعني دي محطوطه على حاجه وايت باك جراوند وبتتعمل بالدبابيس. فلو هي مش مكويه كويس، مش محطوطه كويس، عمرك ما يعجبك ان انت تشوفها مكسره ومبهدله كده. فدي برضو واي اوف بريبريشن للكلوزس، لازم 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 كلنا نتبعها، انه الحاجه تبقى منظمه. كل كونسيومر لما تبقى الحاجه اورجانيزد قدامه بيشتريها، مش حاجه اكتر من كده. فانت لازم عينك تبقى كويسه وحلوه. حاجتين مهمين قوي لازم نعملهم، well prepared، وان احنا classify each product كل يوم. الحاجات دي لما بتعمل well preparation وبتعمل classification كويس قوي، classification ده ممكن يبقى بكذا طريقة. ان انت بتختار المنتجات، مثلا لو في table top وحاجات بتتعلق، خليهم مع بعض، خلي الحاجات اللي بتتعلق مع بعض، او خلي الحاجات table top مع بعض. عندك الحجم، يعني هنا مثلا كان جاي لنا ملايات والكاستمر عايز ان احنا نصورها على سرير ابني ديكور. طب هل انا هقدر اخلي مصور يصور مثلا 20 ملاية على سرير في قد ايه وعايزها في يوم؟ فصعب جدا طبعا. فلازم ابقى مجهزه له كل حاجه والسطب عنده جاهز، فهو جاست ان هو بيبدل الملاية، هو مش عنده اي حاجه تانية. فالملايات لازم تبقى جاهزه وشغالين عليها. هو تفكيره عامل ازاي؟ هل انا مثلا لو هصور الملايات دي تيبل توب كمان على الترابيزه مش بس في سطب، هعمل ايه؟ هبدا بايه الاول؟ طب هبدا بالكبير ولا هبدا بالصغير؟ هبدا بالصعب ولا هبدا من السهل؟ بعد اكسبيرينس 3 سنين مع امازون، انا بنصح اي حد انه ابدا بالكبير وابدا بالصعب، لان الصعب بيبقى في الاول بس، وبعد كده مع الوقت بيبتدي ايه ده، استريحت. اول لما ظبطت يومك صح، اول لما ظبطت اللايتنج بتاعك، انت يو فيل لايك ايه ده، لا خلاص انا هقدر اشتغل ومش هبقى تعبان. فاحنا انا بقسمها لهم بكذا طريقه، يا اما لو هي تيبل توب او حاجات بتتعلق بالسايز او بالماتيريال، الخامه بتاعت المنتج. لو مثلا في شنط كتير، هقسم مثلا القماش كله مع بعض، الجلد كله مع بعض، بحيث ان هو يبقى عنده حاجه ثابته يقدر يكمل عليها يومه، فتساعده انه يعمل لي برودكتيفيتي اكتر. تالت حاجه الكومبلكس ايتم. الكومبلكس ايتم زي العجل، زي الستالس. الستالس على فكره من الحاجات التريكي وصعبه جدا 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 في تصويرها. فلو هو ما عندوش حاجات جاهزه وما عندوش حاجات نظيفه وما عندوش حاجات منظمه وحاجات شبه بعض، وعماله بقى اديله حاجه صغيره على حاجه كبيره، الموضوع بالنسبه له هيبقى صعب قوي. فعلى قد ما نقدر لازم نورجنايز يومنا، مش عشان احنا بس شركه فاحنا كلنا لازم نعمل اورجنايزيشن ليهم، لا بالعكس، احنا كمان كشخص. يعني انا لو مش اورجنايزد في يومي، مش هقدر اعمل اي تاسك انا عايزاه، هلاقي ان انا في الاخر خلصت من غير اي حاجه. فده اللي انا حاولت اديه للمصور والمساعد، لان المساعد برضو لو هو مش ضابط يومه مع المصور، خلاص كل حاجه باظت. واساسي اساسي ان المصور هو اللي يبقى عامل بلان ليومه، لان المصور هو اللي فاهم اللايتنج سورسز، ايه اللي يقدر يبدا بيه، ايه اللي يقدر ينهي بيه، ايه البرودكت الصعب في تنويره، ايه البرودكت السهل في تنويره. انا مجرد بس همزه وصل ما بيني وما بين المصور. لو فكرتوا فيها شويه هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتعملوا كده بس مش قوي. فمع الاكسبيرينس الحمد لله، وان احنا شفنا ايه الحاجات اللي تقدر تمشي مع بعض، قدرنا نوصل للاربع حاجات دول. شوف ايه اللي تيبل توب ومتعلق، شوف ايه السايز اللي تقدر تمشيه مع بعض، شوف ايه الماتيريالز اللي تقدر تمشيها مع بعض،
وشوف ايه الصعوبه في الستانلس والازاز تقدر تمشيه مع بعض. مش عارفه هو ازاي ده فبجد بتسيفوا تايم كبير قوي 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 when you are organized. وبس يعني هو ده كل الموضوع. انا I would like to invite عبد الرحمن to the stage. I would like to say thank you to my team عشان هما بجد بيبذلوا جهد كبير جدا 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 جدا, وكميه الحاجات اللي احنا عدينا بيها مع بعض خلال الثلاث سنين فعلا فعلا كبيره قوي عندي. I would like to thank Mr. خالد الدش ودكتور احمد زيدان for this opportunity ان انا اتكلم واقول my small experience عنده. Thank you. هاي. طيب نخش في المهم بقى. اتخرجنا وتسوحنا ومبقيناش عارفين هنعمل ايه او لسه عايزين نبتدي حياتنا. تعلمت بقى منهم, تعلمت من الدش وزدان الصراحه كتير. انا اتخرجت في 2018 بس شغال من 2014, وده الحمد لله ابتدى يطلع من سنه سنتين بالكتير قوي. يعني قبل كده كان كله زي القرف مش لاقيه اصلا. والله بجد. ففكره الرو باك تو رو, باك تو رو في الاي كوميرس, باك تو رو في الفوتوغرافي, باك تو رو للفيلم. احنا اصلا في ديجيتال ايرا صعبه قوي, انت مش عارف ايه الحقيقي, مش عارف ايه اللي مش حقيقي, مش فاهم المفروض تروح فين او فين. يعني انت لو اتفرجت على الاكسبيشن بتاعنا بره, اتفرجت على الفيلم, اتليست يو كان فيل ات, يعني في حاجه بتحسها, بتبقى لامسها. في الديجيتال ده مش موجود. في الادفيرتايزنج اللي هي الحاجه اللي انا بحبها اكتر حاجه, في الفوتوغرافي برده ده مش موجود. وفي نفس الوقت زي ما سمعنا مفيش صناعه, فمفيش كلاينتس عايزه تدفع, مفيش حد مهتم اصلا انت تعرف ايه ما تعرفش ايه. والله هتاخدها بالسعر الفلاني, اهلا وسهلا, مش هتاخدها هديها لحد غيرك. فكان لازم احاول ادابت شويه ان انا اوصل في الاخر, لان ده من الرو على طول. يعني ده كلاينت جالي عايز يصور كنبه, انا ابتديت عادي برده زي بقيه التيم بنصور معلقه وشوكه وحاجات صغيره, طب يلا نصور كذا يلا نصور كذا. ف 2020 دي كانت اول اوبورتيونيتي ان انا ابتدي اصور حاجات اي كوميرس اكبر شويه. ده كان فريشلي, هو ويب سايت بتاع فرنتشر, وكان عنده الانفنتوري بتاعه كله صور محتاج يحسنها وصور محتاج يغيرها. فبالتالي كان عايز سعر كويس, وقت كويس, برودكتس كتيره, ديفرنت ماتيريالز, ديفرنت سايزز. بقى انا عندي مثلا اليوم ممكن ابتدي بسرير 2 3, بعد كده اخلص بكنبه, بعد الكنبه اخد بقى ترابيزتين صغيرين في مرايتين في معرفش ايه, فرايتي كبيره. كل ده الصراحه كان اكسبيرينس اي جيند ثرو اوت ان انا اشتغلت بس في الاول في الاي كوميرس. طيب ده قدام برضو ساعدني مع التيم اللي مريم لسه طبعا شكرهم كتير, وانا بشكرهم دايما ان هم بيستحملوني اصلا. فان احنا كل حد فينا كان عنده انديفيدوال مايند سيت, كل حد فينا بيفكر بطريقه معينه, كل حد فينا جاي من باك جراوند معينه, وكلنا عايزين نوصل, كلنا عايزين نتطور, كلنا فينا الحته بتاعت احنا شباب فمكسلين قوي نحط مجهود زياده, فبنحاول نشغل دماغنا ندور على اسلوب اسرع, طريقه كرييتيف اكتر ان احنا نحل بيها. وطبعا مع الاسيستنت مع مريم ان هي طبعا اكتر حد منظم لي دماغي واكتر حد بينظم لي انت وراك كذا كذا كذا, هنخلص في كذا, هتستلم في كذا. ففي الاخر عرفنا في نبقى كلنا بنساعد بعض. يعني حتى الكومبتيتيف سايد اللي ما بيننا وبين بعضينا هي كلها عشان نجرو ونموف فورورد, ويبقى بناخد راي بروفيشنال. يعني انا كده كده ما بتحملش كريتيسيزم الصراحه, وبالذات لما يجي من اتنين بعتبرهم اساتذه يعني بيبقى الموضوع صعب شويه, اللي هو لا انا عايزها كده هي حلوه كده, فببقى عارف انها مش حلوه, بس يعني فكره الكريتيسيزم نفسه بيبقى صعب, بس بتقبله من التيم. يعني لما بتسمعه بقى من الناس اللي قدك وحواليك ويقول لك لا طب ايه رايك نعمل, بتبقى قابلها شويه غير لما تبقى سامعها من حد انت بتشوفه كمثل اعلى ليك في حاجه, فاهم؟ ده ادى في الاخر برضو للاوتكمز المختلفه تماما من 3 ديفرنت ستايلز انا عديت عليهم في 2022. كلهم بداوا من فكره ان انا رجعت للفور بيزك سمبل ستابس اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول, شفت ايه البرودكت اللي مطلوب مني which is here, ان انا محتاج اصوره, محتاج اصور المكان, محتاج اعمل كامبين هتنزل على بيلبورد, شفت الكومبوزيشن بتاعي, وقفت هنا قلت له عايزك هنا, وقفت هنا شفت عايز ده, وقفت هنا فوق
على ارتفاع 4 متر ونص 5 متر. قلت عايز اشوف اللايت بالطريقه الفلانيه، انا عايز اشوفك هنا سوفت على وايت باك جراوند، عايز اشوفك هنا ابستراكت وكونسبت مختلف مش رياليستيك، وهنا عايز اشوفك ريفلكتيف. ده من ورا هنا اهو الكي لايت بتاعه اصلا الشمس، وده ريفلكتيف لايت بس. قدرت اخد القرارات دي في وقت سريع جدا، قدرت اخد القرارات دي في وقت اسرع. كله بدا من فكره ان انا اي هاد ذا اكسبيرينس اي جيند ات ثرو اوت تايم. غلطت كتير جدا، عملت حاجات كتير قوي وحشه بقول لكم مش لاقيها، حتى كنا قاعدين بندور عليها عشان نجيبها. راحب بقى، والفيوتشر بتاعنا اللي هو شايفه اصعب حاجه الصراحه في الفتره اللي جايه. يعني بقول لكم عندي 27 سنه، ما اعرفش الافريج ايجز بتاعتكم قد ايه، بس ابيرنتلي كلكم صغيرين ما شاء الله يعني. فاحنا بنتهدد جامد. انت عندك اليو اي امبارح يوزر انترفيس خلاص بقى بيتعمل باي اي، برزنتيشنز باي اي، الصور كلها باي اي، فانت هنروح على فين؟ فيعني لو هقول لكم حاجه طبعا من اللي انا شايفه، ذاكر كتير قوي، gain different experiences. انا بدايركت بادت بصور بتعلم باخد ماركتنج، اي حاجه ممكن اقدر اتعلمها بقدر اتعلمها، وفي الاخر كله بيصب ليك في مصلحتك انت ككرييتيف او كواحد شغال فوتوغرافر. when it comes to products when it comes to advertising انت حد في المنظومه بتاعه الراسماليه، وكله عايز منك وقت مجهود فلوس، وقت مجهود فلوس، وقت مجهود فلوس. فاعتبر نفسك شركه صغيره، انفست في نفسك كل اللي تقدر عليه، زود السكيل سيتس بتاعتك في كل حاجه. حاسس ان انت ضعيف في فوتوشوب، اتعلم فوتوشوب، مش لازم تبقى بتعرف تعمله، المهم تعرف تتكلمه. حاسس ان انت ضعيف في لايت، جرب مره واثنين وثلاثه، مش لازم تجيب حاجه بعيده من بره. كلنا شايفين انستغرام دلوقتي عامل ازاي، ريلز على تيك توك عامله ازاي، الناس فعلا بتحاول، الناس فعلا بتجرب. وجودكم هنا لوحده اصلا دي تجربه حلوه ان انتوا تعملوها. بس لو هنصح اي حد فيكم باي حاجه، وبنصح نفسي دايما بيها، ان احنا في خطر كبير قوي، مش عارفين احنا رايحين فين مع الديجيتال وورلد، مع الارتفيشال انتليجنس او الانتليجنس اصلا، احنا اللي هنبقى ارتفيشال. وبس كده، واسيبكم مع استاذ خالد بقى. ميرسي. ميرسي عبد الرحمن، شكرا لي. حب بس بشكر مريم وعبد الرحمن، هم يعني كلموا في جزء متعلق، عبد الرحمن كان اتكلم في جزء بتاع مهتم، مهم جدا يا جماعه كلنا نذاكر على نفسنا، يعني يعني نشتغل على نفسنا سوري ونذاكر تاني. طيب انا عايز اسمع بس قبل ما انهي التوك، يعني عايز اسمع منكم من كل واحد هو فوتوغرافر بيحلم بالبيزنس بتاعه وعايز يكبره وعايز يشتغل فيه، هو عايز ايه، ايه اسئلته، وانا مستعد اجاوب على اي حاجه انتوا بتحلموا بيها يعني. بس هو الفكره الاول يا جماعه اللي انا عايز اوصلها، كل واحد لازم يكون جوه نفسه منظومه، يعني شركه جوه نفسك، تصحى في مواعيد عملك، تحترم وقتك، تحترم العميل، تحترم البرودكت، الاكويبمنت بتاعتك، اللوكيشن بتاعك، الاستوديو بتاعك، كل حاجه. التيم ورك ده شيء اساسي لنجاح اي حد، انت مع المساعد بتاعك، مع البريبريشن تيم، مع الستايلست، مع كلنا بنكمل بعض، ما حدش بينجح لوحده، النجاح بيبقى جماعي. فده دايما اللي يعني بأمله فيكم، ان احنا نفكر ازاي كلنا ننجح، لان لو نجحنا كلنا هننجح في حاجات كتير. يعني البلد مصر الحمد لله فيها شباب كويس قوي ومتعلمين كويس قوي، ناقص نشتغل على نفسنا ونركز اكتر ان احنا كلنا ننجح. عايز اسمع منكم اي اسئله يعني. اتفضل. تمام. 255 اتس بيور باك جراوند ار جي بي 255، الاحمر والازرق والاخضر كلهم مفيش حاجه فيهم جراي، يعني وضحت ولا؟ تمام اوكي. حد عنده اي اسئله تانية؟ انا مش شايف، مفيش حد عنده اسئله. اتفضل. الجزء بتاع الفوتوشوب، البيوتي شوتس. تمام. بتعامل مع كذا كلاينت، يعني كلاس A كلاس B كلاس C. تمام. فدايما بقعد ادور ان انا مثلا هل الكلاينت ده
اما اعمل له بيوت شوت يرفلكت على البيزنس بتاعه، هل هو كلاس A ولا كلاس B ولا كلاس C. تمام، فاعرف اظبط ده ازاي. طيب خلينا نقول في حاجتين في اي برودكت، ليه حاجتين عندنا. عندنا دي كومنتري شوت اونلاين كاتالوج لو كان زمان كاتالوج مطبوع، وفي ادفيرتايزنج شوت. الادفيرتايزنج شوت اعمل اللي انت عايزه، لان انت جاي لك بريف من ماركتير قال لك انا عايز اقول ان مثلا الشوز ده بنمشي فيه في الرمله على البحر. تمام، نعمل احنا عايزينه بقى، يطلع الاستراب مفكوك، يطلع مش عارف ايه. عندنا حريه في حدود المسموح، ان انا برضو ببين شكله بالديزاين بتاعه، بلونه، بالترند بتاعه، بالكلام ده كله. الاونلاين كاتالوج والاونلاين برودكت ده هو دي الثانيه اسهل شويه، لان في تيم بيشتغل معاك فيها، حط انبوت الكرياتيف، حط الانبوت بتاعه. انت فوتوغرافر، حطيت الانبوت بتاعك من انجل واضاءه والكلام، بس انت عليك عبء مش 100%. هنا انت عليك العبء 100%. ليه؟ لان انت جالك تفضل صور ايه، بس ده مشكله اصلا، عايز تظبط شكله، يتظبط لونه، يتظبط الملمس بتاعه، يتظبط حجمه، يتظبط وضعه، كل حاجه مسؤولياتك انت، قراراتك انت. عندك جايد لاينز بيجيلك، يعني بيقول لك ده بتتصور بالزوايا الفنيه فاص و45 وده الجايد لاينز بس. انما في الاخر انت لو ما طلعتش ان هو بيلمع، او طلعت هو بيلمع هو مش بيلمع، انت خدت قرار الخطا. لو انت بره الشوز صورناه على الرمله وطلع ليه شادو كبير، خلاص ده مش قرار خطا، ده قرار طبيعي، عندي غروب شمس، عندي شروق. فدي طبيعه التشغيل ودي طبيعه التشغيل. دي مشكله البرودكت. البرودكت يا جماعه موضوع هو سهل، تفتكروا سهل، بس هو صعب. هو صعب لو انت ما قررتش تشتغل بالاصول بتاعته، من اضاءه وعدسات واحساسك. انت كراجل دارس اضاءه، ده مهم انك تنقل خبرتك في الاضاءه في البرودكت، لانه ليه شكل وليه لون وليه ملمس، ازاي انقله. الخشب والازاز والساعات، انا ما حطيتش مثال للساعات اللي احنا بنصورها مثلا الاونلاين. انا لو قلت لك التيم ما شاء الله بيعمل كام من الساعات، انت ممكن تستغرب. الساعات دي بتتصور طبعا ستاكينج وعلى عدسات ماكرو مش عارف ايه، يعني انت ممكن تتخيل ممكن تطلع كام ساعه في اليوم. لو اديتك 30 ساعه ممكن تطلع كام واحده في اليوم، تعمل لهم ستاكينج ويطلعوا كلهم بلونهم بشكلهم، بين الازاز، بين الذهب، لو في خط ذهبي، بين الاستراب الجلد، بين ده كل ده، ممكن تعمل كام واحده في اليوم؟ هتقولي اعمل 5-6. لا، انت ممكن توصل ل 20 و30، بس بخطوات صح، باضاءه صح. كلمه صح دي هو ده، دي هنا اللي انا بقوله صح، بالمتعارف عليه في لغه الاضاءه ولغه علوم وفنون التصوير. مش صح اللي انا بقوله، لا انا ما اقولش ان دي صح، ولكن اللي حط القواعد علشان يبين ملمس وشكل ولون قال لك دي الطريقه بتاعتها عشان تبان، فاشتغلوا بيها علشان تطلع بالشكل ده، وحافظ عليها وافهمها. يعني زي ما كنا في الاول، ارتفاع مصدر اضاءه فوق وتحت هيغير لك في اللون وفي الشكل، شكله نفسه هيغير، يعني شكله عليه دايركت، عليه امبريلا، عليه سوفت بوكس، بيغير لونه على المنتج. فازاي تاخد انت القرار الصح، تحط الاضاءه الصح عشان تطلع المنتج الصح؟ ده قرار صعب. خبرتك هي اللي بتخليه سهل، خبرتك بجد هو اللي بتخليه سهل. هو الموضوع مش صعب، كله خبرات. فده اللي بقوله، ركز قوي في الشغل، ركز قوي في التفاصيل، ذاكر كويس قوي قبل اي برودكت، اي اساينمنت قبل ما تاخدها ذاكرها كويس قوي. طب انا ممكن سؤال بس ثاني، انا اسف. طب دلوقتي في ساعات مثلا بيجي يطلب مننا ان احنا نجيب موديل، تمام، في الشوت، تمام، فساعات بيفرق الموديل في الاوت كوم اللي بيطلع، ان هو مثلا بيبقى الموديل مثلا بيخلي الشغل في كلاس A او كلاس B بسبب الموديل. فاقدر اظبط ده ازاي؟ تقدر اظبط ده ازاي؟ لان الموديل دايما بيعمر، يعني ممكن مثلا مع ميك اب او حاجه زي كده بتحرك من كاتيجوري لكاتيجوري تاني. طيب انت برضو انت النهارده دخلت في موديل، فانت عندك الهاند موديل اللي هتلبسه برضو، ما هو يعني كلنا ايدينا حلوه الحمد لله، ما اقدرش اقول اختيار الايد، اختيار الميك اب، اختيار الشكل بتاعها،
على فكره في حاجات كتيره جدا، يعني مثلا اقول لكم في تصوير العربيات في الوان انا ما بصورهاش، يجي لون العربيه اقول انا مش هصور. ليه؟ لان اقعد اعرف نفسي في لون هيطلع عينيا. طب ايوه بس انا اللون ده حلو، يعني حلو عندك انت، واخد بالك؟ عادي جدا تقول عميل انا مش هصور الساعه دي، انت عندك اختها كذا كذا كذا، اه طب خلينا نشتغل الساعه دي. اشمعنى دي اللي عايز تعملها في التاني شوط؟ يعني ما اصلا بتتباعش، انت جاي تقرف لنا وبيعها، واخد بالك؟ ف في اختيارات كتير. او ممكن تكون الساعه دي مثلا مش ماشيه مع ايد حريمي، انا عايز ايد حريمي بس تخينه. يقول لك لا انا عايز ايد حريمي ناعمه. يا سيدي مش راكبه، بص الساعه بقى صغيره ازاي، والساعه كبيره قوي ازاي، الساعه بقى كبيره قوي على ايد البنت. طب ده بنغير ايد؟ لا انا مش عايز ايد بنت ايديها تخينه. هتخش معاه في بيت مش قرارك، فهمتني؟ ده قصدي. انما ما تاخدها هي كده كبرودكت شوت لوحده، لا هو قرارك انها طلع حلو قوي بتفاصيلها كويس قوي وباينه كل حاجه. فدايما دي مشكله دايما ادفرتايزنج في مصر بصراحه، ودي دايما انا بعاني منها وكلنا كاتين بنعاني منها وكلكم بتعانوا منها، ان تلاقي اتنين تلاته بيحطوا مناخيرهم وهي كده وانا شايفها حلوه. لا مش حلوه ومش هتنفع، ولو هي نفع ما كان يعني ما كنت عملتها. بس يعني تمام. حد عنده اسئله تاني؟ اتفضل. عندك شوط نجف عايز تعمله في المعرض، تمام. الكلاينت عنده نجف كتير عايز يبيعه اونلاين، صح ولا عايز يعمله ادفرتايزنج شوت اونلاين؟ انا اللي بقرر، انا هجيبها بقى كده يعني. انسى ال 255، ممكن اشتغل على جراي. فانا اللي هقرر، انت اللي هقرر، يعني ان انت هتحط الخلفيه جراي عشان تبقى ناتشرال، تقدر بعد كده تنورها تحطها في استوديو سيت اب صح، باضاءه صح، تبين المذهب اللي فيها، تبين الكريستال، تبين حتى اللمبه شكلها ايه واما بتنور شكلها ايه، تبين الديزاين بتاعها. لو اتحطت في سيت ابز وديكور فانت مش انا بص المهم جدا انا عايز اشتري دي اونلاين، يعني انت لازم تقعد مكاني وانا بطلبها اونلاين. لو جات لي حاجه غير اللي انا طلبتها هرجعها. فانت دايما ده السؤال، دايما بقول للشباب والتيم عندنا يا جماعه انت اللي هتشتريها مش انا. انت هتشتريها كده؟ قال لي لا. طب خلاص بصورها كده ليه؟ لو انت مش هتشتريها كده انت بصورها كده ليه؟ اذا كنت انت مش هتطلبها ده، اذا انت مش شايفها اصلا ومش شايف تفاصيلها، او تفاصيلها انت قررت ان انت ما توضحهاش بالشكل الكافي اللي خلاك تاخد القرار. واي منتج عامه ما تاخدلوش زاويه واحده، دايما نصيحتي خد له زوايا كتير وخد له تفاصيل. فلو هو عنده مجموعه كل واحده ليهم زاويتين ثلاثه، هو معظم النجف طبعا عشان وشهم زي ظهر حاجه دايره فكلهم زي بعض، بس خد تفاصيل، خد تفصيل على كل جزء عشان تحاول تقرب للمشتري شكل الحاجه اللي هيشتريها. حد عنده اي اسئله تانية؟ انا اتفضل. الجري كارد عشان الالوان. هو انت طبعا اول حاجه بعد ما ظبطنا 255، اول حاجه بسم الله كده الرحمن الرحيم، كل يوم الصبح كل اسبوع، يعني برضو عشان نرجع للبروفيشنال سيركل، يعني كل اسبوع بنعاير الشاشات. فبنشتغل يعني معلش هنرجع تاني، طبعا بنشتغل على شاشات ايزو عشان شاشات الايزو دي بنقدر نعايرها. فكل اسبوع استاذ محمد عطيه بيعاير الشاشات يوم السبت قبل ما نشتغل حد. ولازم كل اسبوع تتعاير الشاشات. وبعدين خلاص ظبطت الباك جراوند خليتها 255، وبعدين اروح جاي ظابط اللايتنج واخد الوايت بالانس بتاعي مع جري كارد وابتدي انسب ده وابتدي اراجعه باللي انا بالكالر بروفايل اللي انا حطه وابتدي اشتغل. دي طبعا بروسيس انا يمكن ما تعرضتش ليها، بس كويس السؤال بتاعك. وده طبعا انت كفوتوغرافر مهم جدا جدا تشتغل على الشاشات، تعرف تظبطها وتشتغل على كري كارت وتشتغل على وايت بالانس، ده مهم جدا جدا جدا. ومتشكر على سؤالك يعني. اتفضل يا فندم. هو السؤال لحضرتك ولعبد الرحمن، دلوقتي انا ماركتير ودايما الفوتوغرافر اللي بشتغل معاه او اي حد كرييتيف بياخد الكريتيسيزم على قلبه قوي. فعبد الرحمن كان بيقول انه لما بيجي الكريتيسيزم من حضرتك مش بيقبله، بس لما بيبقى من التيم بيقبلوا عادي. فانا عايز اعرف وات كان اي دو بيتر منك ومنه. اسال عنه، يرد عنه عبد الرحمن. هو فين عبد الرحمن؟
هنا ابرد بقى ايه رد ما انا رحت اديت لها كريتيسيزم للتيم فعلا حصل سببلوش مني انا كمان انا بس مشكلتي اقول لك بس انا يمكن مش اولد سكول شويه بس انا بقيت يعني حساس اول اي حاجه غلط يعني يا جماعه ايه ده يعني ما بتلاتة ساخه تطلع اعلى من كده لا هي حلوه كده يا سيدي لا يعني ما طيب تمام خلاص كمل عبد الرحمن يعني انا خلصت الحته بتاعتي فاميلي كريتيسيزم بالنسبه لينا ككرييتيفز محتاجين نبتدي نقبلها لو انت حاسس انها بوزيتيف ولو مش حاسس انها بوزيتيف برضه ده اللي كنت لسه بقوله حاول تخلي اللي قدامك يقول لك بطريقه تانية قول له لا معلش انا مش فاهم انت قصدك ايه يعني انا ساعات كتير اما بعند معاهم بقى بعند بس انا فاهم وراه يعني انا عارف هو بيقول ايه بس اللي هو خلاص بقى كبر دماغك بس ما كبرش دماغي المره اللي جايه المره اللي جايه على طول باخد بالي منها فهي دي المهم يعني هو لما تسمع كريتيسيزم ما تاخدوش على قلبك وتقول لا انا ما بعرفش اعمل كلنا ما بنعرفش نعمل يعني لحد دلوقتي بيقول لي لا انا مش هعمل دي ما بعرفش اعمل دي طب ما تقول لي فكره ثانيه طب ما تختار انجل ثانيه فهي دي بوينت مهمه قوي ان انا ابتدي اتقبله واهضمه دي اهم حاجه ان انا اهضمه حتى لو مش لازم ابين اللي قدامي عشان عارف احنا كلنا عارفين نفس الحته العناديه بتاعت اللي هو لا هو ده حلو كده بس ممكن افهمه يعني ببقى فاهم ان هو هنا ممكن احسن ده فعلا انا هنا غلطت في ده لا ده مش احسن حاجه لا ده مش شبه المود بورد لا ده مش شبه الريفرنس فبيفرق كتير اتمنى يعني اكون المحاضره اتفضل لا لا اتفضل والله بص يعني لا يعلم الغيب الا الله سبحان الله بس انا الاونلاين شغال وهيزيد تمام يعني هو المستقبل لي او الواقع او بقى بيقول كده فكره هيحصل ايه في الادفرتايزنج ما اقدرش اعرف لان الموضوع هيتغير جدا AI هيغير حاجات كتير هيغير في المنتجات قد يكون عنده داتا لصور منتجات مخزنه بالعبيط ممكن يسترجعها هنا الطلب ولكن برضو في الارض يعني اتعلمنا من زمان قوي ان في ناس ما بتسيبش التكنولوجيا تنجح زي ما هي عايزه ده من زمان قوي لانه لو كل من 30 سنه او من 20 سنه الايفون سعره ثابت $1,200 ازاي ما تفهمش فهو كل سنه بينزل ب $1,200 في ناس في السوق تايكونز يعني علي بابا وامازون الناس دي بتبيع اونلاين بارقام فوق خيالنا كلنا وهو حل الوحيد بتاعه وغيرهم 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 اللي بيبيع اونلاين هيسمح بايه يحل مكان ان الناس اللي تشتغل في البرودكت فوتوغرافي تموت مش هتشتغل وهيطلعوا ميديا تانية الله اعلم مش عارف يعني بس هما اكيد عندهم رؤيه امازون بالمناسبه مثلا دخلت الفيديو دخلت ال 360 وده احنا بننتجه انك ليه انه برضو نفس الفكره هو عايز يقلل من المرتجعات عايزك تاخد القرار انت شفته بقى انت صورته خمس زوايا من كل حته لا ده انا هلفه لك بقى كمان قدامك بقى اتفرج عليه كله كده وتحبه وتحسه ودي برضو كانت من تشالنج اللي احنا ما اتكلمناش عليها دلوقتي اللي ما كانتش بارت من التوك دي مش مسموح لنا يعني عايز اقول لك الفيديو 360 ده مرحله الوحش بقى يا نهار ابيض تحكي طبعا يا امنيه بحب اشكركم وبشكر طبعا التيم معانا وبشكركم كلكم على يعني على الوقت بتاعكم اتمنى اكون فدتكم يعني وان شاء الله المستقبل كويس والله المستقبل بيكم وبالشباب انا متفائل يعني نشتغل بس بجد ونحب بعض ايدينا في ايدين بعض نتعاون ان شاء الله هننجح كلنا ان شاء الله باذن الله ميرسي ليكم كلكم شكراً. استاذ خالد احنا حابين احنا كمان نشكرك thank you for your participation معنا في كاري فود ويك يا سلام جميل قوي شكرا ميرسي يا جماعه شكرا لكم جدا